وفي إطار المساعدات لقطاع غزة ولأهلها، شهد معبر رفح اليوم تدفق لعدد من الشاحنات متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد شاحنات متنوعة ما بين مواد إغاثية ومحروقات. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليه الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري هناك. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج السيارات أو الشاحنات من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم نحن أمام هبوط كبير لعدد من الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري، وذلك بسبب الإجراءات التعسفية الكبيرة التي يمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي. فبحسب ما رصدنا من خلال تواجدنا من أمام المعبر، فإن عدد الشاحنات التي عبرت اليوم واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم نتحدث عن 11 سيارة أو شاحنة من الشاحنات التي تحمل سولار وغاز، هذا بالإضافة إلى عدم عبور أي من الشاحنات الإغاثية أو الدوائية أو الإنسانية. قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت تماما دخول أي من هذه الشاحنات، ولم تسمح فقط إلا بدخول الشاحنات التي تحمل محروقات. أمس كان هناك أيضا هبوط كبير لعدد من الشاحنات التي عبرت معبر رفح واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، نتحدث عن 10 شاحنات فقط، هذه الشاحنات من السولار أيضا والغاز، بالإضافة أنها لم تسمح لعدد من الشاحنات التي كانت تحمل ملابس أو منظفات أو حتى مواد غذائية من الدخول إلى المعبر. بذلك يعني نحن أمام يعني إجراءات تعسفية كبيرة وإجراءات تعنت من شأنها يعني زيادة الضغط على الشعب الفلسطيني الشقيق. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.